مشاهدينا بنواصل معاكم اخبارنا وهنروح لمحطه مصر. النهارده المهندس رفعت حتاته رئيس شركه السكه الحديديه للخدمات المتكامله واعمال التامين والنظافه اعلن عن تشغيل 4 سيارات جولف لنقل الركاب كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصه مجانا من ساحه محطه مصر برمسيس الى ارصفه المحطه والعكس. الحقيقه ده كان تكليف من المهندس كامل الوزير وزير النقل بعد ما تم رفع كفاءة هذه العربات وصيانتها لخدمة الركاب. كمان هيتم زيادة العربات في نقل الركاب مجانا وبيتم دراسة تطبيقها في باقي المحطات. معايا على التليفون المهندس رفعت حتاتة رئيس شركة السكة الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة. مهندس رفعت مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا دكتورة جيهان والسادة المشاهدين. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني موضوع العربيات ده شيء مهم جدا وهيساعد ناس كتيرة من كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة. حضرتك كلمنا عن هذه العربيات وهل هتبقى موجودة في محطة مصر فقط ولا هتعمم على مستوى الجمهورية في جميع المحطات؟ هو حضرتك العربيات الجولف دول عددهم دلوقتي 4 وانا متواجد في محطه مصر الان وهم شغالين بكفاءه منذ الصباح. تم الصيانه اللازمه اتعملت لهم بالامس واتعمل تشغيل تجريبي بالتعاون مع الانتاج الحربي والوكيل المورد للسيارات، وبالفعل نجحت التجربه اللي هي للاسعاد ركاب السكة الحديد من المرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وشفنا ازاي بيدعوا للقيادة السياسية وبيدعوا للوزير وبيدعوا لمصر حقيقي. ان النهاردة لان سيادتك لما بتسهلي مشقة حد جاي من سفر او مسافر وكبير في السن دي، يعني انا شايف لها انطباع حقيقي جميل جدا وسط جمهور الركاب. واحنا نظرا لان عندنا في محطة مصر حضرتك في جراش ويبعد مسافة حوالي 200 أو 250 متر عن المدخل الرئيسي للمحطة، فبالتالي حضرتك في مرحلتين في خدمة الراكب. نعم. مرحلة الخارجية في الساحة من الجراش أو من البوابات الخارجية بتبقى باستخدام العربيات، وإن شاء الله خلال ساعات بسيطة هيتعمل مسار زي أوروبا كده المحطات الرئيسية بألوان فسفورية صفراء طبقا للمواصفات العالمية، بحيث يبقى ده خط مسير السيارات عشان ما تخشش وسط الجمهور. نمرة 2 حضرتك لما بيخش بقى من نقاط التفتيش ومن الاكس راي اللي هي البوابات، المواطن يعني بنوصله لغاية البداية بيلاقي في عجل متحرك ماسكه فرد امن يوصله لغاية القطر او العربية اللي في القطر. ده بالنسبة للقيام. طيب لو حضرتك النهاردة في راكب جاي من قبلي او من بحري في قطار، ايوه، وحالة مرضية من بداية ركوبه من المحطة، أنا ليا رجالتي هناك اللي هم أنا بشغل في 145 محطة ب 10,000 عامل، بالمشرف هناك بيبلغنا هنا في محطة الوصول، يعني لو قطر قايم مثلا من سيدي جابر وهيصل إلى القاهرة، المشرف هناك هو لقى حالة لأن نفس الخدمة بس بكراسي متحركة خد الراكب التعبان ده أو ذو الاحتياجات أو كبير السن ووصله لغاية مثلا عربية 3 في قطر 923 مثلا. أيوة. اللي هيقوم الساعة 7 وهيوصل القاهرة الساعة 9:30، يكون أنا الفرد بتاعي واقف على العربية دي مستنيه وعلى أساس ياخده من بداية العربية يوصله للعربية الجولف، إذا كان ليه عربية أو حد منتظره في الباركينج يبقى احنا وفرنا المسافة دي. دي خدمة ممتازة يا فندم. خدمة مجانية ممتازة فعلا. أيوة. خدمة هتعمم، بس انا السؤال اللي حضرتك بتقولي هتعمم على على باقي المحطات؟ ايوه، على باقي المحطات. انا هاخد المحطات اللي الساحه بتاعتها كبيره زي الجيزه حضرتك، دي مرحله تانية، زي بورسعيد لما التطوير هيخلص فيها، زي طبعا المحطات السياحيه زي الاقصر. احنا بالفعل مفعلين خدمه الكراسي المتحركه، ما يمنحش برضو ان انا ابعت عربيه بحيث ان هي تبقى في الساحه الداخليه من على الارصفه الى البوابه. يعني حضرتك هتبقى موجوده في المحطات اللي فيها مساحات كبيره محتاجه للمشي، اللي هي المساحه من الساحه تبقى كبيره من الارصفه للساحه على اساس نسهل على المواطن. خدت بال سيادتك؟ تمام. وبعدين دي لها تدريب لان اللي بيسوقها سواق درجه اولى ومعاه رخصه، عشان مش اي حد بيسوقها.
الحاجة الأفضل من كده إن أنا اللي شايفه إن القيادة السياسية والحكومة والسيد وزير النقل الفريق كامل مهتمين جدا بتقديم خدمة أفضل لركاب السكة الحديد مع التطوير ومع التحديث اللي بيتم بالفعل. يعني فمن أول يوم وتواجد السيد الوزير أكثر من 3 مرات في أقل من أسبوع داخل محطة السكة الحديد، أنا بقول لحضرتك المياه الراكدة اتحركت، في شيء كويس لركاب السكة الحديد، في خدمة مميزة هتكون إن شاء الله قريبا، مفاجأة طيبة بقى لحضرتك إن شاء الله. في مفاجأة بكرة احنا سامعين بس احنا مش عارفين ايه هي. احنا يعني انا فكرنا كده حضرتك ان احنا شركة خدمات بتقدم خدمة. ايوه. احنا عايزين نسعد ركاب السكة الحديد. طب في مناسبة طيبة بكرة اللي هو عيد الأم، كل سنة وكل الأمهات المثاليات الفضلوات بخير وسعادة يا رب. يا رب. احنا مجرد لو قدمنا وردة، قدمنا حاجة من منتج الشركة، قدمنا شيء جميل كده لهم وهم راكبين القطر أو جايين من القطر في ساحة المحطة، أعتقد إن يبقى في ابتسامة هتنقل للأسرة إن والله ده أنا في محطة مصر، قالوا لي كل سنة وأنت طيبة وادوني الحاجة دي. أكيد. فمن خلال الأم هتنقل لأسرتها لجيرانها، هنخرج بعيد عن الحزن اللي إحنا عشناه من أيام في أقل من الشهر اللي فات، وكان يعني مناسبة حزينة. احنا بنشوف اي شيء يسعد المواطن، يعني لفتة لفتة يعني الحقيقة كريمة منكم ولفتة ظريفة لإدخال السعادة والفرحة على الأمهات. والله انا بعتبرها قبل العمل الوظيفي وما كلفناش بكده، ولكن هي مشاركة مجتمعية من خلال خبرتنا في الشركة. احنا انا عايز اسعد المواطن زي ما بسعده بان بيلاقي محطة نظيفة وبيلاقي قطر نظيف، عايز اسعده برضو ان انا اشاركه في مناسبة بفكري بمشاركة مجتمعية وليس اعباء، وليس هناك اي اعباء تتحملها الشركة، بل بالعكس انا شايفها دي حاجة ذاتية وحاجة هتبقى لها صدى حلو، يعني نمحو شيء من الحزن شوية في نفوس المصريين، وتبقى السكة الحديد محطتها مقرونة وقطاراتها مقرونة بالمناسبات الطيبة ان شاء الله. الشيء الافضل بقى اللي انا يعني عايز بقى المواطنين يشاركوني فيه، اتفضل. ان احنا دلوقتي في شعار تحقيق الانضباط وجودة وتميز. أي. اللي اطلقه السيد الفريق كامل الوزير وزير النقل. طب حلو قوي. طيب ما احنا الانضباط مش لازم النهاردة انا اخش بقى المحطة واسك السيجارة وارميها وممكن تسبب لي حرائق، لا، وفرنا وتعاوننا مع شرطة النقل والمواصلات بالسماح لنا بوجود باسكات في ايد العامل متحركة وباسكات صغيرة فيها اكياس شفافة. احنا بندعو المواطن، يعني محطة مصر دي محطتك والقطر قطرك، التدخين هيطبق الغرامة المالية وهي 50 جنيه على المخالف، فاحضر تطبيق وهنحط من خلال يومين هنحط بانرز في هذا التحذير، وهندي فترة سماح لان المواطن يقراها ويقولها لاصدقائه حتى لا تطبق الغرامه. انما الشيء الغريب ان بينزل المترو ما بيشربش سجاير، واول ما يطلع ويخش محطه مصر تلاقيه طلع السيجاره ورماها في اي اتجاه. ده مظهر يعني اعتقد ان هو يسيء الى السكه الحديد والى النظافه. نمره 2، احنا احيانا السجاير بتبقى مولعه لو اتحطت في باسكت في ورق او غيره هتعمل نوع من الحرايق. فاحنا بنناشد من خلال برنامج سيادتك ركاب السكه الحديد والمواطنين، احذر التدخين ستطبق الغرامه، شاركنا في نظافه المرفق وشاركنا في نظافه المحطات. كل التوفيق يا فندم ومزيد من التطوير لهيئه السكه الحديد. بشكر حضرتك مهندس رفعت حتاته رئيس شركه السكه الحديد للخدمات المتكامله واعمال التامين والنظافه. شكرا.